ترقب رسمي وشعبي للانتخابات التشريعية التي جاءت مبكرة وفقا لرغبة الشعبية، واتبعت المفوضية في هذه الانتخابات إجراءات جديدة لتسريع النتائج وتوفير الحماية لبيانات الناخبين. مصطفى علوش معه التفاصيل. خامس تجربة انتخابية تستعد البلاد لخوضها في الشهر المقبل، انتخابات تكسب أهمية خاصة هذه المرة كونها تجري بشكل مبكر وفقا للرغبة الشعبية، لذلك تختلف الاستعدادات والرؤى بشأنها، فالعد والفرز الإلكتروني وتسريع إعلان النتائج هي الآليات التي ستعمل بها المفوضية في هذه الانتخابات، والتي كانت محل ترحيب قوى سياسية ومعارضة أخرى. والأجهزة هي من شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا القضايا المتعلقة بالانتخابات، اللي هي شركة فرنسية في شركة إسبانية. كذلك فيما يتعلق بنوعية البيانات التي سوف ترسل عن طريق القمر الصناعي إلى دولة الإمارات ومن ثم إلى ألمانيا ثم عودتها من جديد إلى العراق، كل هذه العملية تشوفها الكثير من الشكوك بأنه في مفصل من المفاصل ممكن أن تتعرض إلى قضية تزوير أو تلاعب بهذه الأصوات. ويرى مختصون بعالم البرمجيات إن عملية العد والفرز الإلكتروني ستكون أكثر أمانا في حال كانت الشركات المتعاقد معها من قبل المفوضية ذات رصانة علمية ولديها الإمكانيات اللازمة لحماية بيانات الناخبين من أي عملية اختراق. احنا شفنا بالسنوات السابقة تعرضت عملية استبدال في حال كانت الشركات الإلكترونية اللي متعاونين وياها المفوضية عندها فايروول، عندها يعني أنظمة حماية للبيانات، أكيد راح يكون الإلكتروني أضبط من اليدوي. وضمن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات إنشاء وثيقة السلوك الانتخابي التي تعد ميثاق شرف لعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية. ويرحب مراقبون بأي إجراء من شأنه ضمان عملية انتخابية نزيهة بعيدا عن التشكيك. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.